فخدت النني برضو شخصيه محترمه جدا 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 وشخصيه ناجحه جدا, جداً وناجح نفس الكلام نفس الكلام. وحجازي حجازي ده قمه في الرجوله وراجل وتقابل تحديات كتير واتصاب كتير وقام وقف على رجله تاني وعمل اسم وكوكا طبعا اللعبه المحترفه ومصطفى محمد في جلطه صغيره ربنا يكرمه. اللعيبه كلها اللي في مصر ما بتلعبوش باسمهم بس, لازم الناس تفهم ان الناس ديت شايله اسم بلد. الواحد هناك بيتعامل باسم بلده مش نفسه. صح, عند واحد بيجي ياكل بيحاول يبان باحسن مظهر, بلبس بحاول ابان باحسن مظهر عشان بيقولوا المصري اهو. فانا شايلين اسم بلدنا لو بحاجه بسيطه. احنا البلد بتحاول تطلع بينا, سياده الرئيس والبلد كلها بتحاول تطلع بينا. فاحنا بنحاول بره نوري الناس لا احنا كمان احنا هنبقى احسن كمان.